يوم العيد الحقيقي لمن تتوب إلى الله، يوم العيد الحقيقي لمن تفرح الله. نحن نحتاج يا أحبابي في الله أن نتعرض إلى رحمة الله، وإذا أراد الإنسان أن يتعرض إلى رحمة الله فعليه أن يكون في هذه الدنيا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء التائبين الذين يحبهم الله عز وجل. ترى يا إخوان الله كريم، بس نحتاج نتقرب منه. ترى الله رحيم، الله تعرف ايش يقول في القرآن؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون.